السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير مع الفصل الخامس عشر والأخير من قصة طموح جارية. أخيرا هنخلص القصة، وصلنا لقتل توران شاه على يد أقطاي، فخلى عرش السلطنة. خلى يعني فرغ عرش السلطنة، ما بقاش فيه سلطان. فاجتمع الأمراء ورجال الدولة يتشاورون، ولم يطل بهم المجلس، ما طولوش، واتفقوا ان هم يولوا مين؟ شجرة الدر طبعا، وتنصبها ملكة لمصر. ولكنهم عادوا يتساءلون، قائلين، بيسألوا نفسهم، وكيف تخرج للناس وتواجههم وتقول لهم ويقولوا لها دي كانت بتصدر الأوامر واحنا ننفذها وهي من ورا حجابها؟ فماذا تصنع اليوم؟ هل ترضى بالسفور؟ يعني هي هترضى تكشف وجهها، تشيل النقاب وتلقي الحجاب، ولا هتحكم من ورا النقاب اللي بيغطي وجهها، ولا من ورا الستارة؟ فحد رد بيقول لهم الأمر سهل جدا، لا تلقي الحجاب، ما ترميش الحجاب ولا حاجة، وما تحكمش من ورا الستارة، تعين واحد يتكلم باسمها ويبلغهم أوامرها وينفذ ما تريد. فاستحسنوا هذا الرأي، عجبهم الكلام واتفقوا عليه، وسابوا لها الخيار، سابوا لها تختار وتولي من تشاء، تعين اللي هي عايزاه واللي تثق فيه واللي ترتاح اليه. فاختارت مين؟ اختارت عز الدين ايبك. ولم تختاروا، ما اختارتوش لانه اكبر المماليك، ولا لانه اعظمهم، ولا لانه اشجعهم، بل ليكون في يدها طوع ارادتها. اختارته لانها رأت فيه الطاعه ولين العريكه. لين العريكة يعني سلس القياد، يعني تقدر تقيده بسهولة، هيكون طوع إرادتها. وتم الأمر وكتب بذلك إلى أرجاء الدولة، ثم طار الحمام بالكتب بيبشر بالسلطان الجديد اللي هو مين؟ شجرة الدر. ففرح الناس باستقرار الأمور وكانوا في وجل، كانوا خايفين من الفرقة والانقسام، شاكرين لشجرة الدر، بيشكروا شجرة الدر سرعتها في تلافي الشر، وما كان سينجم إذا تأخر، واللي كان هيحصل لو تأخر إقامة سلطان جديد بسبب الفرقة اللي كانت هتحصل. احتفلت البلاد طبعا كلها بهذه الملكة العاقلة، وتبادل الناس التهنئات باليعسوب. كانوا بيلقبوا شجرة الدر باليعسوب، اليعسوب دي اللي هي ملكة النحل التي ملأ حبها القلوب، ودوت المنابر لصاحبة الستر الرفيع شجرة الدر والحجاب المنيع، ملكة المسلمين شجرة الدر أم خليل. ونقش كتب اسمها كمان على العملة، واجتمعت لها أمور البلاد بقت تحت أمرها. ثم أخذت تفكر، بتفكر في ملك الفرنج لويس التاسع المحبوس فين؟ كان محبوس في دار ابن لقمان، كان مقيد مثل السراج زي الحرامية وقطاع الطرق. وبتفكر كمان في الأسرة اللي مليان بهم السجون، وبتفكر في دمياط والفرنج اللي موجودين فيها، وتعد العدة لمهاجمتهم والقضاء عليهم. وكانت بتفكر في الشام، وحلق طار فكرها فوق دمشق وحلب وغيرها، بيستطلع رأي الأيوبيين، عايزة تعرف رأي الأيوبيين في توليها الملك. وتذكرت ورد المونة، فاكرين ورد المونة ونور الصباح؟ وفاكرين سوداء بنت الفقيه زوجة الملك الكامل؟ مدركة أن هذه العقارب كانت عارفة أن العقارب دي هتتحرك في الساعة دي بسمها القاتل علشان تثير القلاقل، تثير الاضطرابات في الدولة. وتحرض بني أيوب الأمراء، تحرضهم على رفض الخضوع لشجرة الدر. هي كانت عارفة أن هم هيتحركوا ويحاولوا يعملوا بعض الاضطرابات، بعض القلاقل، لكي ينتزعوا منها الملك. كما جعلت برضو بتفكر فيما يكون من خليفة بغداد. خليفة بغداد البلاد تبعه، الذي تتبعه البلاد اسما، البلد بتتبع لخليفة بغداد، وخليفة بغداد لازم يوافق على السلطان الجديد. وفي خلعتي، خلعة يعني لازم حاجة يخلعها يديها للسلطان الجديد، ودي دليل ان هو موافق عليه. وفي خلعتي التي لا يتم السلطان لأحد إلا بها، مش هيبقى سلطان غير بالخلعة دي، ولا يقر الناس جميعا بالخضوع لأحد إلا بعدما يمنح. محدش هيقر، محدش هيعترف، ومحدش هيخضع، محدش هيستسلم لحد لسلطان غير بعد ما يمنح خليفة بغداد هذه الخلعة للسلطان. ازدحمت تلك الخواطر في راسها، بتفكر في حاجات كتير، وجال فكرها، بيتحرك فكرها، بيبحث عن حل لهذه المشكلة المعقدة. وفيما هي في تفكيرها، لسه في تفكيرها، بلغتها رسالة، وصلتها رسالة اتأثرت بها جدا، تأثرت لها، وبدا في وجهها آثار العطف، اتعطفت مع الرسالة دي والرقة والحنان لما قرأتها. وكانت الرسالة دي من مين؟ جاية من دمياط. من مين؟ من الملكة مارجريت. الملكة مارجريت زوجة لويس التاسع ملك فرنسا، امرأة لويس،
بتتوسل لصاحبة الستر الرفيع، بتتوسل بترجو شجرة الضر أن ترحم ضعفها وتطلق لها زوجها وتفرد ما تشاء من المال، وتناجيها، بتطلب منها بعاطفة المرأة الغريبة التي فقدت الزوج والأهل والوطن، وعاشت في رعب ينتابها يعني يصيبها كلما ظر يعني طلع، كلما طلع صباح وأظلم مساء، وتصف لها غرور لويس وتسرعه، بتقول لها معلش يا شجرة الضر أنا عارفة أن لويس مغرور ومتسرع وطماع، وطمعه ده اللي أغواه ودفعه إلى هذا المأزق ودفع بمارجريت زوجته معه. رقت شجرة الضر طبعا وحنت وعطفت ولانت للدموع المنهمرة المنسكبة التي تفيض على القرطاس على الورقة على الرسالة، وأذنت للفرنج بأنه هم يبعثوا برسلهم للمفاوضة، أذنت إدت الإذن للفرنج أن هم يبعثوا الرسل بتاعتهم علشان يتفاوضوا، وكانت بتفضل أن هي تملى خزائن الدولة بالمال من الفدية اللي هتاخدها مقابل لويس والأسرة اللي معاه على أن تقتلهم، فضلت أن هي تاخد الفدية تملى بها خزائن الدولة بدلا من أن هي تقتلهم، لأنها كانت بتقول لنفسها وماذا تجدي تلك الدماء، هتفيدنا بإيه الدماء لو جرت أنهار، إنهم لم يعودوا شيئا وسوف يرحلون بائسين ندمين فرحانين بالنجاة من الموت المحق. وأوصت مندوبيها بأن يقبلوا الفدية، يقبلوا الفدية مشروطة بكام؟ بربعمائة ألف دينار، ياخدوا ربعمائة ألف دينار. رضي الفرنج وافقوا بأن هم يدفعوا الفدية، وكانوا فرحانين بإطلاق سراحهم، ورجعوا يفكروا تاني ما معهمش الفلوس، ما معهمش ربعمائة ألف دينار، فكيف يتصرفون؟ جعلوا يتوسلون إلى شجرة الضر، بيترجوا صاحبة الستر الرفيع إن هي ترحم عجزهم وتخفف هذه الفدية الثقيلة. بيقولوا مدام شجرة الضر تعطفت وقبلت تكرما كرما منها طبعا إن هي تطلق سراحهم، بيطلبوا منها إن هي تخفف هذه الفدية، وعرضوا إن هي تتفضل تقبل النص، نص الفدية معجلا، يعني يدفعوا نص الفدية في الحال والنص الآخر يؤجل لحد ما يوصلوا فين؟ لحد ما يوصلوا عكا، بعدما يسلمون، بعد ما يسلموا طبعا دمياط. وكم كانت فرحتهم، كانوا فرحانين جدا لما وافقت برضو شجرة الضر وخدت عليهم المواثيق بالوفاء، وأسرعت الرسل إلى مارجريت بالبشارة، مسحت دموعها ومعلقتش، ونهضت بسرعة بتجمع المال وبتفتش عنه في كل مكان، وبتتوسل بترجو كل اللي حولها إن هم يضحوا بآخر ما يملكون لكي يفكوا القيد عن رقابهم، حتى جمعت نص الفدية. قعدت تجمع لحد ما جمعت نص الفدية وبعتته للسلطانة بين اليأس والأمل، ومن الباب الكبير لدار ابن لقمان إلى الفناء الفسيح إلى الطريق خرج من اللي خرج من دار ابن لقمان لويس من سجني، بيتلفت حوله مش مصدق طبعا، بيسأل نفسه يا ترى هو في حلم ولا في علم، والطواشي صبيح الحارس بتاعه بينظر إليه في سخرية، ثم التقى بأخويه وبالأسرة الذين كادوا برضو يطيروا من الفرح، وتقدموا للسفن اللي حملتهم إلى معقلهم يعني ملجأهم الأخير، ثم وقفت شجرة الضر تنظر إليهم ضاحكة وهم يجرون أرجلهم متعثرين إلى مراكبهم، ناكس الرؤوس أذلاء، يتقطر الحزن، يتقطر الأسى من وجوههم حتى أقلعت، والمصريون يودعونهم بالإيه؟ بالشماتة والسخرية، بالشماتة منشدين قول جمال الدين ابن مطروح في لويس الحزين ومن معه، أتيت مصرا تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبل ريح، فقل لهم إن أزمعوا عودة، لو عايزين يرجعوا تاني لأخذ صأر عشان ياخدوا اضطرهم أو لفعل قبيح، دار ابن لقمان على حالها، دار ابن لقمان موجودة والقيد باق والطواشي صبيح. كان ذلك النشيد الساخر بيتردد على شاطئ دمياط، وشجرة الضر في القصر بتردد هذا النشيد باسمة وهي مبتسمة وتفكيرها سابح في المشاكل الأخرى التي بدأت تطل برؤوسها، وبخاصة من جانب الشام. وبكده يبقى احنا شرحنا أحداث الفصل 15 وخلصنا قصة طموح جارية. بتمنى لكم كل التوفيق، لكم مني كل الحب والاحترام، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.